بعد غياب استمر 3 سنوات بسبب جائحة كورونا، ها هي الجزائر تستضيف القمة العربية بدورتها 31. القمة تأتي وسط تحديات وظروف معقدة تشهدها المنطقة العربية، إضافة لوضع عالمي مضطرب جراء الحرب الأوكرانية الروسية. الأردن يتطلع من خلال مشاركته بأن تكون القمة العربية منصة دبلوماسية بناءة لتعزيز التوافق العربي. ويأتي الحضور الأردني بوفد يرأسه ولي العهد سمو الأمير الحسين بن عبد الله مندوبا عن جلالة الملك عبد الله الثاني، كمؤشر على عمق العلاقات الأردنية الجزائرية وعلى حرص المملكة بتفعيل العمل العربي المشترك. أبرز الملفات المطروحة على طاولة القادة العرب: القضية الفلسطينية والأزمات في كل من سوريا وليبيا واليمن، وكذلك الحرب الروسية الأوكرانية وتداعياتها، وملف الإرهاب وتأثيره على المنطقة، والأمن الغذائي العربي، وأزمة الطاقة، والتدخلات التركية والإيرانية. اليوم ما يتأمله الشارع العربي من القمة الجزائرية هو تفعيل العمل العربي المشترك من أجل خدمة مصالح هذه الشعوب وقضاياها، والخروج بقرارات وآليات عمل قادرة على مواجهة التحديات السياسية وبناء مستقبل أفضل للشباب وإيجاد فرص عمل لهم وتمكين المرأة ومواجهة تحديات البيئة وتحقيق النمو الاقتصادي. مساء الخير مشاهدينا. مندوبا عن جلالة الملك ترأس سمو ولي العهد الوفد الذي شارك في مؤتمر أو قمة الجزائر العربية، والتي انعقدت للم الشمل العربي والبحث ومحاولة إيجاد حلول لكثير من القضايا العربية. أبرز ما جاء في كلمات سمو ولي العهد في قمة الجزائر، سيكون معنا في تحليل لهذه الورقة أيضا الكاتب والمحلل السياسي الدكتور زيد النوايسي. أهلا وسهلا فيك دكتور. مساء الخير يا سيدي. دكتور زيد، الآن مجمل ما جاء، خلينا نأخذ في استطلاع سريع مجمل ما تضمن خطاب سمو ولي العهد في قمة الجزائر. على ماذا ركزت ورقة سمو ولي العهد، وأيضا ما هي الأمور التي أراد الأردن أن يطرحها في تلك القمة؟ يعني كدأب الأردن عندما يشارك في أي لقاء عربي، واليوم سمو ولي العهد يمثل الأردن وهو رئيس الوفد الأردني لقمة الجزائر، قمة لمن الشمل التي تأتي بعد 3 سنوات تقريبا من الانقطاع بفعل جائحة كورونا، وأيضا هناك رهان كبير على أن تؤسس هذه القمة مرة أخرى لمحاولة إحياء التضامن العربي. فالأزمات التي يشهدها العالم مثل تداعيات جائحة كورونا والأزمة الأوكرانية تتطلب منا عملا عربيا تكامليا لمواجهتها، خاصة وأن أثارها من ارتفاع لأسعار الطاقة والغذاء وكلف خدمة المديونيات العامة وتباطؤ النمو الاقتصادي تهد استقرار دوله وأمنها المجتمعي. في الأردن دائما يركز على الثوابت، وأهم بطبيعة الحال الهم والشغل الشاغل للأردن هو القضية الفلسطينية. لذلك تحدث سمو ولي العهد اليوم ناقلا موقف الأردن الثابت فيما يتعلق بضرورة إنجاز تسوية تاريخية للقضية الفلسطينية تضمن قيام دولة فلسطينية على حدود 4 من حزيران وعاصمتها القدس الشرقية، باعتبار هذا الأمر خيارا استراتيجيا للعالم العربي، وأيضا المحافظة على المكانة التاريخية والقانونية لمدينة القدس وعدم المساس بالمقدسات الإسلامية والمسيحية، ودعم صمود الشعب الفلسطيني. وأيضا بنفس الوقت يعني الأردن كدأب دائما في مواقف ثابتة فيما يتعلق بضرورة إحياء العمل العربي المشترك ومحاولة إنهاء الأزمات التي يعيشها العالم العربي. لا يزال السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين ومبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية خيارا الاستراتيجي، بما يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة والقابلة للحياة على خطوط 4 من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وواجبنا كدول عربية تكثيف جهودنا مع الأطراف الدولية ذات العلاقة
لاستئناف عملية السلام ودعم صمود الأشقاء الفلسطينيين على أرضهم. وأيضا بنفس الوقت يعني الأردن كدأب دائما في مواقف ثابتة فيما يتعلق بضرورة إحياء العمل العربي المشترك ومحاولة إنهاء الأزمات التي يعيشها العالم العربي. لذلك يعني سمو ولي العهد أكد على ضرورة ضمان وحدة وسيادة أراضي الجمهورية العربية السورية وضمان العودة الطوعية للاجئين السوريين، وأن يكون هناك موقف عربي جماعي لمحاولة إنهاء هذه الأزمة التي طالت ويعني تكبدت فيها سوريا أكلاف كبيرة، وهو من أطول النزاعات في المنطقة. أما بالنسبة للشقيقة سوريا فلا بديل عن عمل جماعي لإيجاد حل سياسي يشمل جميع مكونات الشعب السوري ويحفظ سيادة سوريا ووحدتها أرضا وشعبا ويكفل العودة الطوعية الآمنة للاجئين. الآن خلينا نأخذ بعض من الدول أيضا الأشقاء العرب، على سبيل المثال العراق وهي الدولة المجاورة لحدودنا. ماذا تحدث سمو ولي العهد فيما يتعلق باستقرار العراق أيضا؟ يعني أولا كما تعلمي سيدتي وأعلم السادة المشاهدين أن الأردن يرتبط بعلاقة متميزة مع الأشقاء في العراق، ولديه تعاون ثلاثي أردني مصري عراقي. منذ سنوات تحرك الأردن لأنه يؤمن بأنه يجب أن لا يترك العراق وحيدا. منذ عام 2003 احتل العراق وعانى الشعب العراقي الكثير، وانخرطت قوى إقليمية في الملف العراقي وابتعد العرب. اليوم الحقيقة هذا الحضور الأردني والمصري بالتعاون مع الأشقاء العراقيين والذي انطلق من فكرة جديدة تعلي من قيمة التعاون الاقتصادي الذي ينعكس على الأقطار العربية والقابل للتوسع فيما يعني إذا تم التوافق على ذلك مع بقية الأشقاء العربي الأشقاء العرب. ما أريد أن أقول هنا أن الأردن يؤمن بأنه التنمية هي مدخل للاستقرار. لابد من التأسيس لأولا إخراج العراق من أزمته بتعاون أشقائه العرب والعمل على استثمار هذه الإمكانيات لدى هذه الأقطار العربية الثلاثة وبقية الأقطار العربية وتوظيفها بمعنى إيجابي، ومحاولة تحييد أي خلافات سياسية يمكن أن تنعكس على أي علاقة بينية من ناحية التعاون العربي البيني بين الأقطار العربية بشكل عام. لذلك من المهم ضمان وجود حكومة مستقرة في العراق تؤسس لعلاقات مع الجوار العربي والإقليم، وينعكس هذا بطبيعة الحال إيجابيا على وضع المواطن العراقي. إن استقرار وأمن العراق الشقيق ركيزة لأمن المنطقة واستقرارها، وواجب علينا دعم الأشقاء في العراق لتمكينه من التقدم نحو المزيد من الاستقرار والإنجاز والعودة إلى دوره الرئيسي في محيطه العربي. نذهب من العراق دكتور زيد إلى ليبيا واليمن، والوضع أنت تعلم في ليبيا واليمن أيضا غير مستقر، وحتى نذهب إلى المستقبل يجب أن يكون هنالك استقرار. نتحدث ماذا طرح سمو ولي العهد في ليبيا وفيما يتعلق في ليبيا واليمن؟ يعني لابد أن يكون العرب عامل إيجابي في إنهاء هذا الصراع السياسي الموجود اليوم في ليبيا. ليبيا يوجد فيها أكثر من حكومة، ويعني مهمة العرب اليوم، وأعتقد أنه العرب اليوم يدركوا بأنه مصر الشقيقة الكبرى وهي الأقرب إلى ليبيا والأعرف بهموم ليبيا وبتركيبتها، ربما تكون والتي تلقى قبول من كل الأطراف الليبية. يعني الدور المصري في هذا الجانب مهم جدا. الأردن يدعم أي عمل يؤسس لإنجاز إيجابي فيما يتعلق بالأوضاع الداخلية في أي قطر عربي ومنها بطبيعة الحال ليبيا، وأيضا يؤمن بأنه إذا كان هنالك جهد عربي يمكن أن تقوم به مصر أو أي بلد عربي يجب أن يلقى الدعم الكامل. لذلك الأردن بحكم سياسته المبنية على دعم أي موقف عربي إيجابي يتحصن خلفه ويدعمه ويوفر له كل سبل النجاح. وكذلك لا بد من حلول تعيد الأمن والاستقرار لأشقائنا في اليمن وليبيا، فالاستقرار شرط للمستقبل المشرق الذي نريد، وعلينا جميعا تقع المسؤولية في حل أزماتنا العربية.
يمكن بدقيقة واحدة الرسالة التي أراد أن يوجهها سمو ولي العهد فيما يتعلق بالتكاملية والتعاون والتشاركية، وتستغل كل دولة عربية لها مميزات سواء كان موقعها الجغرافي أو الجيوسياسي أو الميزات الاقتصادية الأخرى، كيف نظر أو دعا سمو ولي العهد للتعاون والتكامل العربي حتى نعبر على سبيل المثال أزمة الغذاء، أزمة الطاقة، التغير المناخي وتحدياته؟ تماما يعني. وفي المحور الثاني لحديث سمو ولي العهد رئيس الوفد الأردني تحدث عن أنه بعد جائحة كورونا، الأزمة الروسية الأوكرانية، هناك تحديات كبرى فرضت نفسها على العالم، سواء في أزمة الأمن الغذائي، سلاسل التوريد، أزمة الطاقة التي تتفاقم، هنالك إمكانيات وقدرات لدى العديد من الأقطار العربية، لابد من أن تتضافر الجهود في إطار بناء قاعدة تكامل عربية ينعكس على جميع الأقطار العربية ويتم استثمارها بشكل إيجابي. حان الوقت لنعمل معا للوصول إلى شبكات تعاون اقتصادية عربية حقيقية وفعالة لتضع دولنا في مكانها على خارطة الاقتصاد العالمي. فالأزمات التي يشهدها العالم مثل تداعيات جائحة كورونا والأزمة الأوكرانية تتطلب منا عملا عربيا تكامليا لمواجهتها، خاصة وأن أثارها من ارتفاع لأسعار الطاقة والغذاء وكلف خدمة المديونيات العامة وتباطؤ النمو الاقتصادي تهد استقرار الدول وأمنها المجتمعي. وهذا ينعكس بطبيعة الحال على الدور العربي كقوة إقليمية مؤثرة. لذلك الحقيقة اليوم يريد سمو ولي العهد أن يقول علينا أن نوجه رسالة إلى المستقبل، إلى الشباب العربي، بأن هناك ما يعزز إيمانهم بأمتهم وبإمكانياتها الكبيرة من خلال إحياء صيغ العمل العربي. ربما يكون المناسب الآن والمتاح هو إعادة التعامل مع فكرة التكامل الاقتصادي العربي التي أغفلت لسنوات طويلة. هناك إمكانيات ربما تكون مطلقة في بلد معين ونسبية في بلد آخر، سواء في الثروات المعدنية، في النفط، في الزراعة، والأردن يتحرك في هذا السياق على أكثر محور. يعني كما قلت، إن شعوبنا الشابة النابضة بالحياة والأحلام أمانة في أعناقنا، وعلينا توفير الفرص التي تنمي إمكاناتهم وتطلق إبداعاتهم ليساهموا في بناء المستقبل الواعد في بلادهم ويكونوا قوة مؤثرة لتحقيق السلام والتنمية المستدامة لما فيه الخير لمنطقتنا وعالمنا. كما قلت سواء المحور المصري العراقي الأردني، أيضا هناك تعاون مصري أردني إماراتي بحريني، وهو قابل للتعاون. هناك تعاون أردني سعودي مشترك في مجالات عديدة. لذلك الأردن يعني، وعبر سمو ولي العهد الذي ألقى كلمة جلالة الملك، يؤكد مرة أخرى أنه لابد من إعطاء التحديات الاقتصادية التي فرضتها الأزمات المتلاحقة أهمية استثنائية، لأن العالم العربي لديه القدرة على التعامل معها، ولأن تحدياتنا متشابهة وفرصنا مشتركة، فلا بد من الاستفادة من الإمكانيات الواعدة في مجالات التجارة والاستثمار والصناعة والسياحة والزراعة. فقد بات الأمن الغذائي وتعزيز مصادر المياه والطاقة في طليعة التحديات العالمية، وهو ما يفرض علينا البناء على نقاط القوة في كل بلد عربي شقيق. نعم، الدكتور زيد النوايسي الكاتب والمحلل السياسي من الأردن، كل الشكر لحضرتك. شكرا.